سلام عليكم. هذا الجهاز أصدقائي هو آخر النازلين للساحة من أخوته، رح يضرب الأسواق قريبا لفئة 400 إلى 500 دولار، وأعتقد رح يسوي دربكة كبيرة حيل، رح يخليك تفكر ألف مرة قبل ما تعبره وتروح لغير شركة. شاشة، تصميم، بطارية، كلها فلاكشيب، كاميرات وأداء قاتل للفلاكشيب لكن مو فلاكشيب. شنو الجهاز وش قد سعره وليش أنا أقول عنه كل هذا؟ تحملني كم دقيقة وكمل الفيديو الأخير رح تعرف كل شيء عنه. مرحبا، أنا حسن وأهلا بكم في فيديو اليوم. جهاز أصدقائي من شاومي وهو شاومي 12 لايت، أصغر أخوته وآخرهم اللي انطلقوا بداية السنة. شاومي 12 برو رهيب وال12 العادي واللي ما بيشي عادي بس شوية مواصفات، لكن ال12 لايت نازل حتى يقفل الساحة تمام، وانتبه لهنا. بآخر الفيديو راح أعطيك مقارنة سريعة ويا أبرز منافسي الجالكسي A 73 وبيش يتفوق ويخسر ال12 لايت وياه، تتعرف تحكم صح. ارجع للشاومي 12 لايت وابدي بالتصميم اللي تشوفه وتحسه فلات من كل مكان، شاشة واطار وظهر بدون اي لوفة وانحناء، صح بلاستيك الظهر والاطار لكن جدا انيق، وزنه 173 غرام بدون اي مقاومة للمي والغبار من اي نوع، سماعتين استيريو موجودة، شاشة عالمية الطراز حرفيا، وهنا ننتبه لكل الزين، افضل شاشة بالعالم باي هاتف، سعره 400 دولار وجوه، واكيد متوقع ان الجهاز راح ينطلق باسواقنا خلال كم اسبوع اقل من ال 400 دولار. شاشة فلات اموليد اي 5، ترددها 120 هرتز، دقتها فل اتش دي بلس، تردد لمسها 240 هرتز، اذا تحب الجيمنج هاي تفرق لك شوية، لكن ليش عالمية؟ هسه راح اقول لك. لان يا محفوظ البقا والسلامة، الشاشة تدعم عرض الوان بتردد ال 12 بت، يعني تقدر تعرض اكثر من 68 مليار تدرج لوني، مثل اخوه الاقوى الشاومي 12 برو، وفوقها وانتبه لهنا، تدعم ال اتش دي ار 10 والدولبي فيجن. وفقط شاشات شاومي الأقوى، وفقط شاومي أصدقائي، أعيد وركز وياي، تدعم التقنيتين سوى الدولبي فيجن والاش دي ار، يعني تعطيك أفضل تجربة للمشاهدة بأي شاشة. مقاس الشاشة ممتاز، 6.55% إنج، تغطي 88% من واجهة الجهاز، وفوقها طبقة حماية من كورنينج من الجيل الخامس. أيضا عندك بصمة ضوئية تحت الشاشة أكيد ممتازة كعادة شاومي. عوفك من الشاشة وتعال للأداء. المعالج هو السناب دراجون 778 جي بطاقة رسوميات الحديدية الأدرينو 642 L، هنا استخدمت شاومي كمحرك لهذا الوحش. رامات راح يجيك بثلاث خيارات، 628 828 أو 8256 جيجا. الأداء متوسط عالي والمعالج مجرب، يعطيك أكثر من 530 ألف نقطة بأنتوتو، وشفنا منه بهواية أجهزة آخر سنة وكلها مضبوطة وسريعة. واجهة النظام هي الميو اي 13 الأحدث فوق الأندرويد 12، وراح تجيك تحديثات لمدة 3 سنوات بحسب شاومي. البطارية مو الأكبر 4300 ملي أمبير، لكن بشحن سلكي ممتاز 67 واط، تنطي 50% شحن ب 15 دقيقة و100% خلال 33 دقيقة، وشحن عكسي أيضا موجود بقدرة 5 واط. اخر شيء اصدقائي كاميراته اللي تتطابق ويا الجالكسي A 73، خصوصا المتحسس الاساسي المشهور اللي شبعتنا منه شاومي، قوه 108 ميجا. برايي شاومي تتعامل ويا افضل حتى من سامسونج اللي صنعته، شلون ما اعرف، لكن التجربه والتقييم العالمي لهذا المتحسس يم شاومي افضل من تقييمه يم سامسونج عدب اجهزتها الفلاكشيب. ايضا عندك متحسس سيلفي 32 ميجا بتركيز تلقائي سريع، عدسه واسعه 8 ميجا، ومتحسس ماكرو 2 ميجا تحلف فيه بس. هسه وصلنا للنقطة الأهم، تاخذ الشاومي 12 لايت ولا اي 73، لو حتى نقدر نضيف النوفا 10 برو من هواوي. برأيي شاومي يتفوق بالشاشة وبمسافة وبدون منافسة، الشحن والبطارية متقاربات بينهم كلهم، صح النوفا أسرع على الورق لكن أول 50% شاومي، 67 واط من عندها تعادل ال 100 واط من موجودة بالنوفا. الكاميرا الأساسية الاي 73 وال 12 لايت متعادلين، تتفوق سامسونج بوجود التثبيت البصري، وأيضا تتفوق بالعدسة الواسعة. بالسلفي تتفوق هواوي بمسافة عليهم كلهم، لكن الاي 73 تصميميا مقاوم للمي والغبار بمعيار الاي بي 67، سوفت وير يتحدث 4 سنوات. بالسعر شاومي راح تضرب الكل، لان الاي 73 حاليا ب 450 460 دولار، الشاومي راح ينزل بحسب مصادر تك تايم ما بين 360 الى 390 دولار، والنوفا من هواوي اذا التاريخ علمنا شيء وبالطريقه اللي تندار بيها الامور حاليا فسعره 500 دولار تقريبا من ينزل. السؤال الاهم اصدقائي، ياهو اللي انتم تفضلوا كتبوا لي بالتعليقات. هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم اصدقائي، واشوفكم بخير وصحه وسلامه، في امان الله.